متمسكون بالفرح برغم المنغصات التي خطفت بهجة عيد الأضحى من سكان البصرة المثخنة بالأزمات، ومع ذلك خرجت العوائل إلى الأماكن الترفيهية والعامة لقضاء ما تيسر من وقت خارج أسوار المنازل للاحتفال بأجواء العيد. كل عام وانتم بخير، الشعب العراقي بخير وصحة وسلامة. وبالنسبة للعيد يعني هو كلش حلو، الناس تفرح به والأطفال، وهو أصلاً راحة يعني العراقيين، يعني خلصت شوية من الحزن. والله الناس الحمد لله والشكر متمسكين بالفرح، متمسكين بالراحة، هاي هم يريحون نفسهم، هم يكيفون نفسهم على الأفراح، فالحمد لله والشكر احنا لحد الآن العراقيين أقوياء. وما يدل على التصميم لصناعة الفرح مع كل الظروف الصعبة التي تعصف بالناس هنا هو الأمل الذي ما زال يحدوهم بأن تكون الأعياد القادمة أفضل حالا وتشيع السعادة على أنقاض الحزن. الشعب العراقي من النوع اللي عنده أمل بالحياة، عنده أمل بالفرح، بكل شيء، يعني هو أكثر شعب يعني متمسك بالأمل. مناسبة العيد مميزة تكون بالتواصل مع الأهل، تعرف الأيام اعتيادية وزحمة العمل وكل من لاهي بشغلة. وبعد ركود طويل تعاود المسرحيات الشعبية الكوميدية نشاطها في أيام العيد، وتناولت مواضيعها الأوضاع الراهنة التي طرحت في مشاهد نقد ساخرة قائمة على المفارقات. هاي شاي عيني، هذا البوري لك الناور التغيير. ويرى الممثلون بعروضهم المسرحية هي بمثابة رسائل فرح وترفيه وتوعية تقدم للجمهور المتلهف لمن يعطي عيده طعما مميزا. الغاية الأولى والكبرى اللي يقدمها الممثل على خشبة المسرح للجمهور العراقي بالتحديد هو رسم الابتسامة على وجه العراقي خلال ما يعاني الآن في هذا الوقت وهذا الظرف الحرج اللي يمر به العراقي، يحتاج إلى هذه الابتسامة، يحتاج إلى هذا الترويح. وهكذا تنوعت مظاهر الفرح لجذب الزوار لا سيما إلى المراكز التجارية كالمولات التي حرصت على توفير كل شيء للوافدين إليها. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.